تشارك مملكه البحرين الامتين العربيه والاسلاميه الاحتفال بعيد الفطر السعيد حيث رفعت التكبيرات من ماذن الجوامع والمساجد من بعد صلاه الفجر وحتى دخول وقت صلاه العيد استنادا إلى التوجيه الملكي السامي الصادر عن جلالة الملك المفدى بالاهتمام بإحياء شعيرة صلاة العيد مع وجوب تطبيق التعليمات الصحية الاحترازية ويأتي الاحتفال بعيد الفطر السعيد هذا العام في ظروف استثنائية فرضها انتشار فيروس كورونا في العالم حيث تستمر الإجراءات الاحترازية في المملكة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره وقد أكدت الجهات المعنية ضرورة الالتزام الاجراءات والتدابير المتخذة حفاظا على السلامة العامة وإسهاما في دعم الجهود المتخذة في هذا الصدد إلى ذلك أبدى المواطنون والمقيمون تفهما لتلك الاجراءات والتزاما بمقتضياتها بروح من المسؤولية والوعي لا إله إلا الله